سامعين بتاع الحياة فاهم، صباح النور ليكيب الكل. دوك اليوم فوالا عندنا اش في عامل الاكتواليتي اش عامل ماتينا باش نعطيو البروجرام تاع اليوغا اللي هو ديجا اليوم اللي منظم من عند الانتيراكت كلوب كيروان، وجاو البنايات بحضينا المرة اللي فاتت، ومش نحكيو زاد على بروجي اي اللي منظمته اسوسياسيون يو ثينك. البروجي هو ضمن البروجي معان اللي انطلق معناها 2019 اللي ممول من اليو اس ايد. المشروع هذا اسمه كارب، كما قلنا منظمته جمعية شباب يفكر. المشروع الحقيقة فيه بلوزيور فاز ومهم على الاخر، حتى الاهداف نتاعو للامانة معناها حاجات اللي معناها موجهين لي جون، حب يوفروا معناها جلوبال يحب يوفروا دي سبيس لي جون باش يحميهم من التطرف، يحميهم من الانحراف، من الحاجات اللي تحبوا ولا تكره قاعدين ياكلوا في الشباب القرويين. فوالا ينسقوا راهم ديجا شباب. في اطار البروجي هذا يو ثينك لقاو دي بروبليم، الحقيقة معناها كبروجيات لقاو تمويلهم، لقاو معناها الدعم بطبيعتهم يو ثينك معناها اسوسيسيون تخدم توا معناها ابارتير من 2015، دونك اكتسبوا حتى الخبره والمهارات اللي قاعدين يعديوا فيها، يعملوا بوسيسيون فيهم لي جون، قاعدين يكونوا في لي جون كي يوصلوا للفاز نتاع الاكزيكسيون والرياليزاسيون نتاع لي بروجي هذوما اللي فيهم. الحقيقه فما برشا بروجيات باش نعطي دي زيكزامبل. لي بروجي هذوما كيما فما قلنا عندهم هوب تكنولوجيك، فما دي سباس كولتوريل بريفي، فما دي سباس حتى معناها دي سباس فير اللي باش يتعملوا الكل. لقاو ديما اشكال كيما عندنا الحقيقه معناها المشكله هذه في برشا بروجيات وبرشا مشاريع سواء خاصه ولا نتاع جمعيات، اللي هو الاشكال نتاع اللوكال لي سباس اللي يكون موجودين باش يكونوا متواجدين، اللي وين مش يكون هما اول بروبليم صار لهم مع الهوب تكنولوجيك هذوك يحبوا يعملوها ولي سباس كولتوريل بريفي اللي قلنا عليهم. لقاو انه البروبليم في الاسباس، وفما دي اسباس اللي عندنا في القروين كوسا تابعين البلديه ولا تابعين وزاره الثقافه والتراث اللي مسكري. ما الحقيقه معناها انا واحد من الناس كانسان نعيش في القروين كي تعاد تشوف خرب، تشوف في بلايص اللي ريالمون مانيش قاعدين نستحقوهم، علاش ليه تقول علاش ليه ما يخدمهمش لي جون ولا ما يخدمهمش الجمعيات إيه ولا حتى يخدمهم؟ معناها تو انت كتجي معناها دي جون يعملوا بروجي فيه اموال، البلاصه هذيك تحيه، البلاصه هذيك تولي رونتابل، فما رو ايكونوميك كامله تنجم تدور، وانت ديجا عطيت لي جون هذوما بروجي حاجه نجموا يعيشوا منها. هذه ابارك نحكيو معناها على الانتصاب الخاص والانفستيسمون والكل، نجم نحكيو حتى للجمعيات. معنا برشا جمعيات اللي في اليوث ثينك من الجمعيات اللي كيري سبيس، يوث تشينج من جمعيات اللي كيري سبيس، وي لوف كيري سبيس، معناها الجمعيات اللي ينشطوا الكل كيرين دي سبيس. كلهم كيرين ونعرفوا احنا معناها حتى صحيح. مدخول الجمعيات ما عندهاش مدخول. دونك انت كتجي انت يولي هما يوفروا معناها فري الكري عام كامل، الفري هذاك نجم يعملوا بيه اكتيفيتي، معناها الكو نتاع الكري في عام ينجم يعملوا لهم ديزاكتيفيتي، ونجم يكون اللوكال هذاك نتاعهم توفروا الدوله، علاش ليه معناها؟ سيرتو عندنا برشا انا قلنا دي سبيس ومقرات اللي مسكرين وخرب. على في اطار البروجي هذا لانسيو لانسيو يو ثينك حمله الحقيقه ضمن البروجي اللي هي معناها تحت شعار حاجتنا بيك خاطرك حاجتك بينا. فما بيتيسيون في معناها في الغرض، العريضه هذه الدور توا عندها جمعه. أيه. الناس اللي مقتنعه معناها بالاهداف نتاع الشيء هذا وما فهميش علاش معناها باش نقعدوا ديما بك المنطقه نتاع معناها حاجه كيف يقولوا هم حرط مسكر ولا كاري مشومه. دونك معناها يستغلوا في إيه نجم السباس هذيك في بلاصه مش يقعد مسكر ولا مع الحق معناها مش يقعد مش مستغل، نجم معناها الجمعيات ولي جون يستغلوه. الناس اللي مقتنعه معناها نقولنا بالشيء هذا ما يصيرش نجموا يدخلوا يصحوا العريضه، يلقاها موجوده على الباج فيسبوك نتاع جمعيه شباب يفكر، فما فريم فيسبوك تبع الحمله هما عاملينه. ينخرط في الحمله خاطر بالحق معناها كيما شباب فوالا نتصورنا علي معناها المجتمع المدني ككل باش ينخرط في العريضه هذه وينجم يصح على العريضه هذه. احنا هذيك شنو نحبوا؟ جست خاطر احنا نعرفوا معناها حتى العصا في صحيح. العجله وما نحبوش نوصلوا للحاجات هذوما، لكن ما فيها بيس. اي وصلنا بالحق معناها ديجا السلوغان نتاعهم يعبر على الاخر، هما انه بالحق هما كيما اليوم معناها شباب يفكر حاجتهم بالشباب وحاجتهم بالقراوة انه يكونوا معاهم، خاطر ريالمون احنا بينا حاجتنا بالجمعية هذه وحاجتنا بالمشروع هذا انه يتكرس ويتحقق على ارض الواقع. فوالا هذا ابروبو كارب والحملة الاخرى نتاع حاجتنا بيك على خاطر حاجتك بينا. فما عنا البروجرام تاع اليوغا فوالا في تر اكتوبر في اكتوبر الوردي، عنا انتيراكت كلوب، جاو المرفيد زوز بنوتات محليهم قدموا لنا هما البروجرام والكل،
جست احنا اليوم مش نعملوا رابيل في البروغرام اليوم ما بارتير معناها لحد التسعة فما تشيكين لانسكريبسيون من التسعة واربع العشرة واربع فما اليوغا بعد عندهم نص ساعة بيفي بعد فما جينيكولوجيست اللي حكيوا لنا عليه المرة اللي فاتت دكتور ضحى بن عيد تكون حاضرة ان شاء الله معاهم هذية من العشرة من الحدش غير ربع الحدش واربع عندنا عندهم سيسيون تاع ايروبيك من 11 و4 لنص نهار غير با بعد عندهم البوز كافي كوفي بريك من بعد عندهم بسيكياتر اللي هو من نص نهار نص نهار ونص اي مع رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى ابن الجزائر دكتور جيهان مناعي ان شاء الله اي دكتور مناعي من بعد عندهم اوبن مايك ربع ساعه اوبن مايك ومس ساعه ان شاء الله يكملوا ان شاء الله في احد الفوائد الخاصه في القروين ميساش نذكرهم عليك كيفاش ينجموا يشاركوا ياخذوا لي تيكي لي تيكي اون برانسيب مازالوا ديجا موجودين اون برانسيب اليوم يلقاهم سير بلاس معناها في التشيكين في الاسباس سينو يدخلوا الباج انستغرام ولا الفيسبوك الديركت كلوب كيروان يلقاو لي دوني الكل سينو الحقيقه العشر وقت وصلنا ولا الجمعه اللي فاتت ما وصلناش باش نحكيو فما ايفينمون الحقيقه ما خلطتش باش نحكي عليه اللي هو السياسه بالسياسه نظمته يالونا ماجازين في اسباس كولتوريل والاسباس كولتوريل الوحيد اللي عندنا بريفي في قروان الحقيقه اسباس ياسر مزيان مناره هوب في وسط البلاد نظموا يالونا ماجازين لما غادي كان تاع دي جون نحكيو فيها مع لي جون علاش معناها ما يحبوش السياسه علاش عازفين على السياسه شنو هما الحاجات اللي نجم يخليهم يشاركوا في السياسه خاطر بالحق معناها فيك تو الانتخابات على الابواب دونك شنو هو اللي مزيانه الحقيقه حتى التريتمون اللي صارت به لما والعبيد اللي جاوا الاسباس هو بيدو جماعه يالونا ماجازين واللي زيكسبير جابوها معهم الحقيقه حاجه ياسر مزيانه ماذا بينا التعاود في القروين ويكثروا منهم اللامات هذوما على غالب مرفيت ما نجمناش نحكيو عليها ما تغسلنا بالوقت انا اليوم رجعنا لها في فيدباك صغرون سينو هذا شنو عندنا اكتواليتي لا سيمين جمعه هذيا مريومه نلتقي الجمعه الجايه خاص لي اسوسيسيون و سوسيتي سيفيل ان شاء الله الجمعه الجايه كيف العاده سامحني مريومه بروغرام جي سي والكل ما نجموش نخلطوا ديجا بدا تو سي بون في اجواء جي سي سي À partir du week-end, j'ai nati ouhom les projections, je fais ma fille jihad ou quatre semaines de jisse maintenant, je suis chez le mam, le pousset que la dalle jihad, je fais ma l'autre fait. Voilà, nous chauffons l'âme l'auteur si elle mort à les projections, on t'a les filles. Merci beaucoup à l'Edina Américaine TV, l'actualité. Actualité matinale.